ورحمة الله وبركاته، معكم محمد همو من قناة MDTV. حياكم الله أخواني الكرام. نبدأ الفيديو بآخر إحصائيات فيروس كورونا في اليونان من إصابات وعدد الوفيات. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في اليونان إلى 2517 إصابة. وبحسب المتحدث فقد تم تسجيل 4 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي للوفيات في اليونان بسبب فيروس كورونا إلى 134 حالة وفاة. وتم سحب عينات من 64808 أشخاص تمهيدا لإخضاعها للفحص. وكانت أول إصابة بفيروس كورونا في اليونان يا جماعة في 26 فبراير الماضي، أي قبل شهرين. وأول حالة وفاة في اليونان كانت في 12 مارس الماضي، أي قبل شهر ونص. نتمنى للمصابين السلامة والرحمة للمتوفين. أما في خبر تالي يا جماعة بخصوص المحاكم ومتى ستعود المحاكم إلى عملها، اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات القضائية قرارا بتأجيل العمل في المحاكم بكافة أنواعها حتى 15 مايو، حتى 15/5 يعني يا جماعة مايو المقبل. كان من المقرر استئناف عمل المحاكم يوم غد الاثنين 27 ابريل الجاري. كان من المقرر يا جماعة استئناف عمل المحاكم يوم الغد الاثنين 27 ابريل الجاري، لكن تم تمديد هذا القرار ليتم فتح المحاكم يوم 15 مايو المقبل. خبر تالي يا جماعة بخصوص مخالفات المرور في اليونان، اظهرت بيانات الشرطة تسجيل ما يقارب من نصف مليون مخالفة خلال عام 2019، وكما سجلت ارتفاعا في نسبة الحوادث وانخفاضا في عدد الوفيات. تالي يا جماعة بخصوص ساعات العمل في السوبر ماركتات في اليونان، هناك تغيير في ساعات العمل، وستعمل محلات السوبر ماركت من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، بينما ستعمل يوم السبت من الساعة السابعة مساء صباحا حتى الساعة الثامنة مساء. من الاثنين للجمعة يا أصدقائي من الساعة 7 الصبح للساعة 9 المساء كافة سوبر ماركتات ستكون مفتوحة. يوم السبت سيكون الانفتاح الماركتات من الساعة 7 الصبح للساعة 8 المساء، ويوم الأحد راح يكون عطلة. خبرنا التالي يا جماعة في حادثة فريدة من نوعها، إصابة امرأة بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال الشهر، وكانت الإصابة الأولى في نهاية شهر مارس في نهاية الشهر الثالث، وتم إدخالها إلى المستشفى وتلقت العلاج وخرجت من المستشفى يوم 6 أبريل 6/4. أما الإصابة الثانية فقد تم اكتشافها بعد أسبوعين ونصف من مغادرتها المشفى في العاصمة أثينا. إذن امرأة يونانية تصاب بفيروس كورونا مرتين خلال الشهر. الخبر التالي يا جماعة في مدينة ثالونيكي، خبر محزن بالحقيقة، جريمة بشعة بحق شاب. أقدم رجل في مدينة ثالونيكي اليوم الأحد على قتل ابنه البالغ من العمر 25 عاما بإطلاق الرصاص عليه. وبحسب السلطات فقد قام الرجل بإطلاق الرصاص 6 مرات على جسد ابنه، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة. إذن هاي كانت الأحداث والقرارات المهمة يا جماعة. كان معكم محمد تمو من قناة MDTV، وإلى اللقاء في فيديو قادم.